معين، وياريت في وقت ما ادعي ورايا تقولوا امين. وموضوعنا النهارده هيكون عن التخزين، اصل الانتاج سلسله زي ما حضراتكم عارفين، واهم خطوه فيه مرتبطه بسلامه التخزين، لان فيه ربحيه لو كان تخزين سليم خالي من اي ثغره يا شيخ عبد الرحيم، والمخازن تبقى خاليه من اي شيء تاذيه من حشرات او قوارض، محصولنا تلعب فيه وعليها سلك شبكي من الاضرار تحميه، وتكون ابوابه سليمه وفي فتح التهويه، وكمان يكون المخزن متزود بالاناره اللي له قوانين بتحكم، اللي له علم واداره، اللي دايما نصب عينه، واللي وصبه الوزاره، واللي به راح يتمسك عمره ما حيشوف خساره.